أقرت المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم الخميس المخصصة للنظر بالطعون المقدمة حول الانتخابات النيابية بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات باستثناء المادة الثالثة منه التي ألغت أصوات الناخبين في الخارج والنازحين والاقتراع الخاص في الإقليم، حيث اعتبرتها المحكمة هدرا لأصوات الناخبين فيما اعتبرت العد والفرز اليدوي إجراء تنظيمي لا يخالف أحكام الدستور. تقرر الحكم أولا عدم دستورية نص المادة 3 من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، رد بقية الطعون الواردة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المتعلقة بالجوانب الإجرائية في إصداره أو في نفاذه. صدر قرار الحكم هذا باتا وملزما للسلطات كافة. وفي الوقت الذي اعتبرت المحكمة قرار مجلس النواب انتداب قضاة للإشراف على عمل المفوضية قانونيا ودستوريا، رحب نواب بعض الكتل ممن حضروا الجلسة بما ذهبت إليه المحكمة. كانوا يعتقدون دائما القوة والغلظة ستمشي تنسحب حتى على القانون، لكن اليوم حتى على القضاء. اليوم القضاء انتصر لإرادة الشعب وأعلن وصرح بدستورية تشريع مجلس النواب، اعترض على مادة واحدة وهي أيضا لصالح الشعب. سيتم العد 100% ولكل الصناديق من دون إلغاء ومن دون تمييز، وهذه انتصال للإرادة العراقية. وفي الوقت الذي لم يخضع التعديل الثالث لقانون الانتخابات الأقليات للعد والفرز، طالبت المحكمة بمساواتهم مع باقي المكونات، وهو ما اعتبره ممثلوهم إنصافا وحماية لأصواتهم من السرقة. أنصفتنا بالتأكيد، لأنه كان دائما أعطيت هذه الكوتا تمييزا إيجابيا لهذه المكونات القليلة العدد، ولكن كانت تعطى باليمنى وتسرق باليسرى. والآن أنصفت المحكمة الاتحادية أن تبقى هناك سجل انتخابي خاص بهم حتى لا تسرق هذه الأصوات وإرادة هذه المكونات. الأقليات قانون تعديل قال مستثق، قال ما يعني ما نخضعهم للعد والفرز. قرار المحكمة قال كل هذا يخالف الدستور. هم تخضعوهم للعد والفرز اليدوي، شأنهم شأن أي عراقي آخر، ادققوهم. إذن المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم من رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات، وتقبل بالطعن المقدم من الحزب الديمقراطي الكردستاني المطالب بإلغاء المادة الثالثة من التعديل الثالث لقانون الانتخابات. أحمد عرام، الحرة، بغداد.